الله. المهم انا خوت غنوريكم كيفاش تذبحوا بوحدكم، يعني الناس اللي ما عندهمش اللي يشد معاهم وما الى ذلك، عندي واحد الطريقه خاصه. واكبر لا بسم الله الله بسم الله كوكو. كتشدي لي كاد الرجلين، هادي كتخليها باش تسهل عليا الروح باش تخرج، هادي كتخليوها بالطلوق خليوها بالطلوق، كتشدوا ثلاثه الرجلين بحال هكا. من بعد بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر. كما كتشوفوا الاضحيه اللي مكالميه، بسم الله الله اكبر 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 كتزرب عليه. بسم الله الله اكبر. كما كتشوفوا الضحيه دابا راه مكالميه، كتشد طق كدوز عليه هكا طق طق، انت مشيتي باش كدوز الضحيه بين الحنجره في الوسط وتقطع دوك الودجين هنا وتقطع شويه من الحلقوم باش تحبس النفس. المهم غدا غتشوفوا هادشي ان شاء الله.